يا غبي قوم يا غبيه. لا بره يا غبيه. انا هتفرقع اجري. تعالوا عايزه اروح الحمام مش قادره حمام. طب امسكي نفسك كده هتزروقي الدنيا وترتشي علينا كلنا. مش قادره مش قادره لازم اروح الحمام دلوقتي. اف ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين النيس مش موجوده ما ينفعش تروحي. وربنا ما اقدر لازم اخش الحمام. ايه ده؟ انت بتلبسي بامبر زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فاقتنا القديمة. طب خلاص خلاص يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ علشان بابا عنده شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه انت امك هما ليه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ظباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه. طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيلة ملتزمة جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقناها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. طبعا ايه؟ امك. اسمعنا بس. انت هتدخلي لي قافيه يا بت؟ معلش يا باشا. امي كانت فين من الساعه 7 ل 7 ونص وانا واقف بستناك؟ كانت فين؟ انت ما قلتني يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. عادي يا باشا. قدامي على الاسم. عادي يا باشا. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على ميه ساقعه. حاضر. الغي يا اموره. انا بس اقول على كل حاجه. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في ولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا اسمي على مقامك. عمته بتشتغل بوظيفة واسمها سميرة وإيدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا إيه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أيوة. كل ده لغز. يا عزة يا باشا. بس يا بت. أنا يا باشا. وأي كلام في الببرونة كده؟ يلا يا بت قولي. أقول يا باشا. المهم هي بقى ماما قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا.
أشكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية. الله دي حدوتة حلوة حلوة قوي قوي. قومي يا بت. تتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت تعالي هنا. مش عايز أشوفك صدفة وإلا هلففك الكعب داير على الكلاسات. حاضر يا بت. اختفي يا بت. إيه ده راحت فين؟ حلوة اللعبة دي. كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل بيبي. لا بيعمل. ايه ده افيه؟ بجد بيعمل؟ بس انا بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بقى كل حاجه ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخصوا النار مع بعض. ان شاء الله. يا هي كل حاجه حرام يا دوي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تمسكوش ولا تلعب بيه. ماشي. ايه بقى السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عم ده متوت جزء من شخصياتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم يا جدعان الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي مش في كيشي تو. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه اهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعد كده بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 ما تتخانقوش. بصوا معايا. مصاصه كمان. المصاصه حرام. لا هي مش مستحبه. بص لساني بقى احمر ازاي. بس بقى عشان انا زعلان بقى. انت ليه زعلان بس؟ ده انا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى. الغنى حرام. هاتولي اكل. هاتوا من شكرا. ممكن بقى ممكن تغنوا بس تغنوا حاجه حلال يعني تواشيح كده حاجه خفيفه. يلا 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 نغني. قطتي صغيره واسمها نميره شعرها طويل ذيلها كثير. ايه ده دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ مو الصغيرة اسميش نميرة ولا ايه؟ مو الصغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه مو الصغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه انا مو الصغيرة ما اسميش نميرة انا مو الصغيرة انا بقول لك اهو. ما اسميش نميرة انا بحذرك. انا بقول لك ايه. استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط. انا بقول اهو. هو ده كي جي 2؟ ايوه هو ده. هو ده الكلاس؟ هو ده الكي جي 2. كي جي 2 هو ده. طب اوعى تابع يا عم. طيب يا عم الكلاس ده. الله وفي ناس وفي ايه ده وايه ده ويا ويا ايه ده الكلاس كمان. الله ايه ده. هو ده لبس برشلونه؟ لبس برشلونه. وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلانو وعندي لبس بتاع البرازيل وعندي لبس بتاع غزل المحله. ايه ده انت عندك بقى كل الملابس. وعندي اللبس كله اصلي مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبه. لا اصلي مش اللي هو تقليد يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده. لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟
عشان عاوز كده، لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه، وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه عشان هو انا عندي اللبس كله، لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكا. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، وفي واحد اسمه شريف اللي هو باباه برضو اللي هو كان جون، ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها، بس هو بيجيب فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ اما مش عارف يجيب في المنتخبات الثانيه. طيب كويس. وهو اعتذر اصلا، اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم بنت مسلم صاحبة الفصل. انت مين؟ انا مريم بنت مسلم صاحبة الفصل. ايوه، يعني اسمك ايه؟ بنت مين؟ مريم بنت مين؟ ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من العلميس؟ من صاحبة الفار. انت ابن ميس من العلميس؟ انا ابن ميس من العلميس. ابن مين؟ ابن ميس من العلميس. بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. يا صاحبة الفصل كله؟ وانت عامل يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه. انا يعني بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. هو والله العظيم بيشتغل دكتور. دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. ده كان شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ او بتخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانيه عن بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ والله طفل بس ب 100 راوي. وعندكم حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكرهاش. هو ده؟ ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو؟ مين انتوا؟ كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنية اللي بتقول البطة بتقول كاك والقطة بتنو نو والمعزة بتقول ماء والكلب بي هاو 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 هاو. ده مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا اما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران نو نو لا قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هاو هاو. ايوه هاو 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 هاو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح، احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بصوا انا بقعد العب بالكوره ازاي، واللي هو من غير ما ابص عليها وبص ممكن اشوط فيكوا جامد كده وما تجيش في حد خالص. وانا علمك. عزمي انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ ايه
بس خلاص جيتولي في ملعبي. يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اه اعمل اعمل. يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده ويي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 ي
هي كده بس؟ بس خلاص. يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. ده باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول ان مصر. ايوه. وعايزين انه مش اعدام. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد، وانت هتخد في النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكرة دي حرام. حرام ليه؟ عشان كرة كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم، رائد الفصل. ايوه ازيك يا رائد كريم؟ عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد مش نجوم. الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول لي. ده فصل حلو قوي. انا سميه. انت سميه؟ وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ انا والدادة بتاعتي. طب وزع الدادة بقى واجي لكم بقى. ها ماشي، تعالى ذاكر معايا. قال يعني نذاكر يعني. ماشي يا سميه. ماشي. شفتك يا رايح حصل له ايه؟ ساتر يا رب، مش قادره بس. حد يبلغ الاسعاف بسرعه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان ضيم. ايوه، هنتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا، وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص، يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. وبيقابلها تحت السرير. انت مش واخده بالك، الدباديب دي عليها حركات، قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا لا لا، بيبقى حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيب الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيب الله يرحمه؟ الله يرحمه. وعمل ايه؟ مات خلاص، اتدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السرية دي؟ اصلا في حاجة اسمها حرية صحافة. مفيش الكلام ده ابدا. نافي. مفيش الكلام ده. نافي. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وتهرجوا وسايبين كراوية بيروح مني، حرام عليكم. واحنا مش هنتصل بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عندكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ هشام. بابا دكتور. يا هشام. هشام. ايوه هشام، انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه انت ايه، كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه هشام انت باباك؟ باباك دكتور؟ بابا يا دكتور. ايوه ما اتصرف في الموضوع. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي هشام، اتفضل. ايوه خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده، الدبدوب ده محتاج نقل قطن عشان تبقوا فاهمين. استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. اتفضل. مانا مانا لا 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 لا، مانا مانا لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكرة. ليه؟ هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار، يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا اخبي؟ الحمار يقول على نفسه حمار. طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. واعتقد الدنيا ابن السماء. ادي الحمار السماء. ايوه هي دي. يا سلام.
الحالة صعبة. يا نهار أزرق. إيه؟ الدبدوب ده اتقتل. إيه؟ يا نهار أسود اتقتل؟ آه. يا جدعان يا جدعان مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل، يبقى أكيد اللي قتله موجود هنا. لا، عزمي. عزمي؟ يا نهار أنا؟ يلا نهرب يا هشام. لا. يلا بسرعة. أمال قلت لأ ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم. لا لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب، واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح صح؟ مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص. يا جماعه يا جماعه، انا عرفت مين اللي قتل كراويه. مين؟ اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف. اصناف؟ اصنام يا حمار، اصنام. وبعد كده انا قلت اصنام اه، بس انا واقف معاكم من ساعتها، انا ما عملتلوش حاجه. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته. وماله يعني؟ ايه ماله يعني؟ ايوه ايوه انت ما بتحبهوش، وانت اصلا سرير، وانت نوتي 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 كده. اه طب بص بقى، انا اللي قتلته وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد. بس خلاص هو فين؟ ايوه اعترف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه والتانية ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى هنقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعه. يلا هتوه. انت باباك محامي؟ اه انا بريء. يلا هتوه. انا بريء. اطلع، كنت عايز تهلب. اطلع. بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد. لازم نحاسبه. سامي جارنا. آه يا كراوية، ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرن مع بعض، بنستمح مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكلة، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ معرفش، بس ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. عشان احنا عندنا محكمة بقى دلوقتي. يلا يا نحقق معاه الأول. يا حاج ظابط أنا عايز أقول له حاجة قبل ما اتحقق معاه بعد إذنك. يلا روح روح. تعالى بص بص، تعالى تعالى يا زياد، وأنت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام، وأنت كده هو بتكرههم فيك. قال يعني أنت ما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب، إحنا هنحبك يعني وتبقى معانا. لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاش. في يعني انا كمان حرام؟ كله حرام، لعب الكرة حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. انت عايز مساعدة حد. يا حاج ظابط؟ نعم. يلا شوفوا هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعترف؟ لا. مش هتعترف؟ لا. طب خد دي. آه. برضه مش هتعترف؟ لا. هتعترف ولا اقعدك على الخرارة؟ ايه الخرارة دي؟ انا هجيب اتنين دول سيستيك. وكلهم ووصلهم بويفر فانيليا، احط عصايه تحت لسانك، والثانيه انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجه اصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد، والواد ده اللي هيشيلهم.
بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب كده بقى في غيط القصب. برضو انا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف. يعني ايه؟ طب اختار طريقه. طيب بص، انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي، اوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها انا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم، مش عارف. لا الواد ده يروح على المحكمه على طول. يلا نروح المحكمه. يلا نروح المحكمه وانا القاضي. يلا يلا انا القاضي اللي هقعد احكم عليه. محكمه سنة حضرت القاضي. يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع لسه. نسمع شهادته الشاهد الاول. ايه ده وانت ايه ده انت باباك شغال ايه؟ محامي. ده بتاع ان مصر. ان مصر. عشان كده انت عارف. طيب انا عايز اسمع شهاده الشاهد. اشهد قول والله العظيم اقول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سياده القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه. وبس قبل ما نحكم عليه لازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضو. أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. والله صعبت عليا. اتأثرت فيك؟ اتأثرت فيا خالص والله. حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع في هنولع حرية حرية يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. حرية يا جدعان حرية الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك البلوتوف وجاي احدفه رخبط في الشباك اترد فيا راح مولعني. حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحين مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك البلوتوف وجاي احدفه كده راح لبس في الشباك وترد فيا راح مولعني. حريقه الله يخرب بيتك. حريقه عليك الله يخرب بيتك. وحريقه ولا 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 حريقه ولا ولا ولا. ايوه قولي بقى مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله قول لي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. استنوا 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 انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه داني ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم. حضرتك اديني 300 جنيه. ها ايوه عشان خاطر اولع في عربيه الشرطه. ايوه طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربيه الشرطه. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربيه وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. إيه يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش. انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربيه الشرطه انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اللعبه دي وحشه. عارف احنا نلعب عريس وعروسه. نلعب عريس وعروسه؟ عروس وعريسه. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. تلعبي عريسه؟ من عند احمد حسنين. بتقولي اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعبي انت وهو؟
طب احنا نقعد نتفرج. ماشي. يلا عريس عريس. جنجري 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 جنجري. انت بقى عندك نون في بطني. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في السمارة اهي. مش نونتي. نونتك. مش نونتي. بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسة تسقطيها؟ ايوه. انا هسقطها لك. ما تسقطهاش. هو هيتكلم. ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهاش حضارة. قول لها تسكت. ما هسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. 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 هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت ولقيت اقرب ملك في الدنيا مش حواليك؟ نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه، بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان، اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده، اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله يعني؟ انت هتعمله؟ طب واحنا نتفرج؟ ماشي يلا تعالى نتفرج. تعالى نتفرج. انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكله؟ طيب وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام حبيشه. يا ام حبيشه الحقي يا ام حبيشه. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقه. مين؟ حبيشه. حبيشه مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش، انا شفت الحلقه كلها على اليوتيوب. حبيشه عايشه وليه يا موزة؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشه صاحبي. حبيشة؟ ولدي أمي. اتوحشت الجو يا ولدي. اتوحشت الجو يا ولدي. عاملة إيه يا أمي؟ الحمد لله. بيقول علي أسود يا أمي وشبه الميكروباص المحروم. ليه يا أم خلفتيني أسود؟ يا ولد احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على أبوك لكنت جبت أبيض ولا أسود. عندك حق يا أم. أنت إيه؟ الداخلية يا صاحبي، الداخلية، الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. ليه؟ الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيشة يا صاحبي. ما تقلقيش يا أم. السياحة، السياحة يا صاحبي. ما تقلقيش انت يا امه، تعالي بس انت الداري. يا مراحب بالدخلية. ايه يا حبيشه عامل ايه؟
اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبه الصعايده، الدخليه جم لحد هنا وما عملوش حاجه عادي، واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يوم؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ انت كنت هتقول ايه؟ مش انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك، بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولد. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيبي يا صاحبي. عاصم يا مسجر. عاصم يا مسجر. انا موت نفسي يا حبيبي. عاصم يا مسجر. في ايه يا حبيبي؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشه يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. انت ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتنافس. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. ايه ده؟ ده دلع. انا مسكر. اتدلع يا حبيشه اتدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يما؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيته حنان يا حبيشه؟ ايه؟ اغسل عارك وهتهلا مل عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. حلو المسلسلات ده، ده احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس بقى. لا لا اللعبه دي مش حلوه وحرام ومش هنلعبها تاني. يا عم انت كنت عامل ضابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ضابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كواش في الوطن العربي. لا لا بجد انا نفسي افكر نفسي وادخل الجنه. وتفكر نفسك؟ ماشي احنا هنفكر نفسك بس تفكر نفسك بره الكلاس. ماشي ما تفكرش نفسك جوه الكلاس عشان هتقول المتفجرات. هتقول المتفجرات بسرعة. تقول المتفجرات. خد الرفاهية دي حوالين وسطك أو حوالين رقبتك. يلا هفكر نفسي. يلا روح فكر نفسك. يلا بره الكلاس. خلصت منه. ايه ده؟ ميال.
انا زياد افتحوا لي بقى. يا زياد انت مش فجرت بنفسك، مش عايزينك في الكلاس معانا خلاص. ايه ده؟ لا لا افتحوا لي وانا مثل هقول لكم حرام وحلال خلاص. لا خلاص روح اي حته تانيه غير الكلاس بتاعنا. اروح فين مع قطر اتملت اساسا؟ روح تركيا، روح اي حته هناك، سيبنا هنا، احنا مش عايزينك يا سيدي. حلوه اللعبه دي؟ خلصنا من زياد؟ نلعب بقى براحتنا. لا 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 ثانية واحدة ثانية، احنا لعبنا كتير قوي، احنا تعبنا. يعني نعمل ايه؟ يلا ننام قبل ما ننام في حاجة.